مهلا نور، رح نروح لمحطتنا التالية والزراعة المنزلية وخصوصا الاهتمام بالنباتات وكثير من التفاصيل اللي بتشغل بال أي حدا ضمن المنزل، وكيف ممكن نحافظ على النبات بحيث أنه هو ما يتضرر ونكون خبراء لقدر معين، يعني ما رح نقول خبراء كثير بس على الأقل نحافظ على حياة هالنبتة اللي عم بتزين البيت. أكيد بسوريا والبيت الدمشقي ما بتلاقي بيت إلا ما في زرايا، بتلاقي الأمهات بيحبوا هذا التفصيل بيهتموا فيهم بشكل كتير كبير. لهيك ضمن فقرتنا الصباحية لليوم رح نحكي عن الفيروسات اللي ممكن تصيب النباتات، كيف ممكن نحميها مع البيولوجية الكيميائية. الدكتورة عبير معلا، عضو هيئة تعليمية بجامعة دمشق كلية العلوم قسم البيولوجيا النباتية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. يعني مثل ما قلنا ببداية حديثنا، كلياتنا بيكون عنا نباتات بقلب البيت. طبعا. بنبلش أول ما ناخذ التعليمات وقت بنشتريها انه مثلا ما تسقيها غير هيك، اهتم فيها، بعدين فجأة برغم كل التقيد بالشروط مثل ما بيقولوا بنبلش بنشوف شغلات غريبة، احيانا ممكن يظهر شيء على النبات، ممكن نشوف شيء غريب بالتربة، ممكن فجأة من دون انذار نلاقي تساقط الاوراق. صحيح. فببلش الاسئلة، شو السبب يا ترى؟ خلينا نتعرف على ابرز الاسباب. طبعا. من حضرتك هلا بشكل عام انه النباتات بتنصاب مثل اي كائن، بتنصاب بممكن جرثومه، ممكن فطريات، ممكن تعفن، والاهم والشيء اللي ما انه كثير مطروق اللي هو الفيروسات. فالنباتات تصاب بالفيروسات مثل الانسان تماما، بتمرض مرض فيروسي، بتروح المحصول حتى المحاصيل الكبيره، مو بس نباتات الزينه ممكن انها تخرب ونفقدها بسبب اصابتها بالفيروسات، وفيروسات متعدده. طبعا الفيروسات بشكل عام ان كان كانت اللي بتصيب الإنسان أو الحيوان أو النبات هي جمادات خارج الخلية أو هي غير موجود، يعني هي ولا شيء، ما ممكن إلا كائنات، هي ليست كائنات، هي عبارة عن مادة وراثية وأغلفة بروتينية تحيط بها. طبعا أنتوا ستوا تعرفوا كورونا، الإيدز، هدول الفيروسات اللي هي انطرقت كتير كتير لأنه عم بتصيب الإنسان. أما اللي عم بيصيب النبات فنحن ما عم نضوي عليه، لكن بضلني بقول أنا إذا النبات ما له بخير فالإنسان ما له بخير. نقطة كتير مهمة لأنه أساساً نحن بلد زراعي. تماماً. أهمية تسليط الضوء على العناية بالنباتات. تماماً. هي جزء كتير كبير اليوم مهم، يعني هي مسؤولية. تماماً. على عاطق الكل. خلينا نحكي عن أسباب. عاطق الجميع. صحيح، هي مسؤولية مشتركة. أسباب إصابة النباتات بالفيروس، لما نقول هلأ مثلاً مثله مثل الإنسان، الإنسان لما يصاب بفيروس بيروح لعند الحكيم بيقول له والله أنا أخذت كل الإجراءات الوقائية ومع ذلك انصبت. صحيح. يعني فكيف النبات لما يكون أنا عم حاول بالبيت حافظ عليه، أو الفلاح بتلاقيه بيعطيه وقته من الصبح للمساء وكل طاقته وبينصاب. صحيح. هلا الفيروسات منتشره، الفيروسات موجوده بالهواء، موجوده حتى تخيلي على شعرنا، على ريف عيوننا، موجوده بكل يعني بالاجواء كلها، فالنبات عرضه، النبات. صحيح. عرضه، لكن انا كيف بدي احميه؟ ما فيني اقول برش مبيت كيميائي او مبيت حيوي، لا، انا بدي حاول قوي المقاومه. مثل ما بقوي مقاومة الإنسان اللي هو العلاج الوحيد للفيروسات كلها هي تقوية مناعة الجسم، إن كنت عم بحكي عن إنسان أو حيوان. صحيح. أما عن النبات فأنا بدي قوي المقاومة. تقوية المقاومة كيف بتصير؟ بتصير بأن التربة، حافظ على التربة، حافظ على نوعية التربة. إذا بعرف أنه هالتربة فيها فيروسات فأنا ممكن عالجها، ممكن امنع الزراعة فيها لفترة لحتى أقضي على الفيروسات. والفيروسات مثل ما بتعرفوا القضاء عليها بيكون إما بدرجات الحرارة العالية أو بالتشعيع أو بالأشعة، باستخدام الأشعة، إن كانت فيروسات حيوانية أو إنسانية أو نباتية، قصدي التي تصيب الكائنات. وبدي نوه لشغلة إنه الفيروسات مو بس بتصيب النبات، كمان بتصيب الجراثيم. صحيح. فعنا ملتهم الجراثيم اللي هو ممكن تخيلي إنه هاي الجرثومة اللي هي صغيرة كتير كتير ممكن تكون خلية واحدة، فممكن أنا لاقي فيروس عم بيصيبها. تخيلي عند مستوى انه الفيروسات ضجه، الفيروسات هي هلا ضجه بعالم الحروب، نحن هلا حروب الفيروسيه وليست الحروب النوويه او الحروب الحروب الاسلحه، فالفيروسات جدا مهلكه للبشريه وللقطاع النباتي وايضا للحيوان. صحيح.
طيب دكتورة، خلينا نحكي شوي عن طرق المعرفة، المعرفة. انه شو كيف نعرف كيف مثلا انا بعرف انه هذا فيروسي ولا لا، مثلا هي من طرق السقاية الغلط او كذا. يعني وفي احيانا الجو احيانا مثلا نبتة بيقول لك حطها، ما في مشكلة اذا حطت بالبرندة، بس بتطلع مثلا بتتأذى، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة اللي عم نشوفه هلا غير طبيعي يعني. صح. هلا برافو عليك، سؤال كثير مهم، انه انا نباتاتي كيف بدي حافظ عليها من الاصابه بالفيروسات. هلا اني حافظ عليها من الاصابه بالفيروسات كثير صعب، كثير صعب، لكن بدي احاول خفف قدر المستطاع العدوى. اول شيء بنتبه على المي اللي انا عم بسقيها، اذا كانت نبات زينه، مي نظيفه، مي ما ملوثه، لانه الفيروسات تنتقل. اذا بدي انا اقول كيف تنتقل للنباتات، تنتقل عن طريق المياه، عن طريق الهواء، وعن طريق التربه. فانا بدي اضمن التربه اللي انا زارعتها فيها انه هي نظيفه. كيف بدي اخذها؟ تربه معالجه، تربه باخذها من عند الحدق اختصاصي ببيع التربه بشكل ترب او الى اخره من انواع الترب النظيفه. بعدين بدي اضمن الميه اللي انا عم بسقيها انه ميه ما نفيرسه كمان، بدي اضمن اني انا بجو حاططها ما في حشرات، ايضا الفيروسات تنتقل بواسطه الحشرات، وسبب محاصيل كتير عم بتموت بسبب هي وجود حشرة ما، بيقول لك مثلا البقة البيضاء أو الذباب البيضاء، أو في حشرة أصابت الزيتون وروحته، في حشرة أصابت الليمون وكمان روحت المحصول. فهي سببها مو هي نفس الحشرة، سببها الفيروس اللي عم تنقله هي الحشرة، فأدت إلى الإصابة. هالإصابة طيب بتقولي لي كيف عرفتي إن هي إصابة فيروسية؟ هلأ بسبب خبرتي وأنا عم ألف كتاب بهذا الموضوع، صرت أعرف النبات هو فيروس أو هو مثلا مصاب بفطر. من شو؟ من خلال أعراض بيعطيها النبات. هلأ في صور بالفايل ممكن تشوفوه، إنه هذه الصور إنه كيف النبات مثلا عندي تجعيد بالورقة، عندي التفاف بالورقة، عندي مثلا البردقانة أو مقشبة. تخيلوا كيف الإنسان بيقشب، فالبردقان أو البطاطا بتقشب تماما نفس الشيء، وهيدي فيروسية. فأنا هيك بعرف الإصابات. الإصابات إذا بتكون إما عن طريق التفاف الأوراق، عن طريق التجعد، عن طريق فينا نقول عنا نكرزة أو نبوء لبرا، بتلاقيها بتنبق الورقة لبرا، صغر الحجم، التقزم، أو بتشوفيها مخضرة كتير 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 كتير، بتشوفي هالوردة يا الله هالورقة إنه أنا ما خضرة لهالدرجة، مخضرة كتير. أوقات منلاقي بقع ايضا على سطح الورقه. فبهالشكل هذا انا ممكن صنف او اقول ان هي اصابه فيروسيه. بدي نوه لملاحظة أنه ممكن تختلط الإصابة الفيروسية مع نقص العناصر المعدنية. وكثير أوقات منقول أنه إحنا نبتتنا أنه عندها نقص مثلا بالحديد أو عندها نقص بكذا، مزبوط، تختلط الإصابة الفيروسية مع نقص العناصر المعدنية. لكن أنا كيف بدي ألغي الشك باليقين أنه هيدي إصابة فيروسية وليست نقص؟ هي بالمجمل بيكملوا بعضهم. لا يمكن نبات يصاب بالفيروس إلا ما يصير عنده نقص إجباري بالعناصر المعدنية مثل الإنسان تماما. كيف الإنسان لما بيصاب بالجريب، لما بيقرب بيرشح، أو حتى بيصاب بكورونا بيصير عنده نقص فيتامين، نقص عناصر معدنية، نفس الشيء النبات. دكتورة عبير، قلتي ببداية حديثك يعني عالم الفيروسات عالم واسع جدا ومتطور، يعني حتى مثل ما قلنا الفيروس يصيب النبات يصيب الإنسان، نشوف كيف بيتطور بيصير متحور جديد لهيدا الفيروس. لما نقول نحن بعالم الفيروسات انه بدنا نحافظ، اليوم الفلاحين بيقول لك انه في غلاء شديد ان كان بالاسمده وان كان، لكن عم حاول اعطي كل طاقتي وامكانياتي للحفاظ على هذا المحصول، والفلاح اساسا المحصول هو يعني المعيل الاساسي لإله بمعيشته الحياتيه. كيف فعليا في حافظ ضمن فينا نقول البيئه اللي عايش فيها؟ يعني نحن بنشوف اهلينا من زمان بالضياع كيف السماد الطبيعي، صحيح، بتلاقي البيئه حتى الطبيعيه كانت مختلفه عن بيئه اليوم بسبب التطور العصر والتلوث اللي عم نعيشه. هلا كيف بدي حافظ؟ والله يعني بدك تقولي شوي الامور صعبه، لكن في مثلا انه انا السنه لاحظت محصول البطاطا فرضا انه مصاب هذا المحصول، هي السنه اللي بدي ازرع فيها السنه الجايه ما بزرعه بطاطا، بغير. ليش؟ لانه الفيروسات ما ممكن تنتقل من فصيله لفصيله. يعني هلا البطاطا من الفصيله الباذنجانيه ما بزرع فيه باذنجان، بزرع فيه بالسنه الجايه مثلا محصول آخر من غير نوع من غير فصيلة. تمام، إذا كان نفس النوع يصاب يعدى مباشرة. الفيروسات استابيليتي، يعني الفيروسات ثابتة. يعني هنا بقول لك أنا لا يمكن الفيروسات تنتقل من الدجاجة للإنسان، بتقولي لي كيف؟
طيب مع فيروس انفلونزا الطيور انتقل لأن هاي الفيروسات مصنعة، هدفها أنها تنتقل، هدفها تعمل مرض بالدجاجة وتعمل مرض بالإنسان، ونفس الشيء كورونا. أما الفيروسات الطبيعية اللي هي فيروسات موجودة مثل ما انخلقت في الطبيعة لا تنتقل من فصيلة إلى أخرى إطلاقا، ولا من إنسان إلى حيوان، ولا من حيوان لحيوان آخر من غير فصيلة. تمام. طيب دكتورة خلينا نحكي شوي عن طرق التعامل والعلاج للمزروعات أيضا، يعني وخصوصا سواء كان فيروسي أو أسباب تانية. تمام. هلأ بشكل عام أني كيف بدي، مثل ما حكت الآن سنور، أنه لا يمكن أني أنا أتقي العدوى إلا بتخفيف انتقال العدوى. يعني مثل الإنسان مثلا كيف بدي أحمي حالي من كورونا، أنا إنسان مصاب ما بقرب عليه، بحاول قوي مناعتي، يعني مثلا أخذ الأنتيبيوتيك الطبيعي اللي هو مثلا البردقان، مثلا الزهورات، فيتامينات. النباتات كيف بدي ساوي معها؟ النباتات ممكن قوي مقاومة التربة، المقاومة، لأنه النبات مقاومة النبات عفوا لأنه النبات ما عنده مناعة، ما عنده جهاز مناعي ليتعرف على الفيروسات، لكن بقوي مقاومته بإني اهتم بالتربة، اهتم بالماء. تمام. غير هيك صعب. حاول اقضي على الحشرات، وطبعا القضاء على الحشرات غلط لانه بيعمل توازن بيئي، فانا بحاول اني انا قدر المستطاع اني قوي مقاومه النبات بالعنايه بالتربه وبالمي اللي انا عم بسقيها. اكيد. بالختام دكتوره عبير معلمنا نشكرك على وجودك معنا. عالم الفيروسات عالم واسع كتير. جدا لنا محطات قادمه نحكي عنه بشكل اوسع، واكيد نحكي عن كتابك المهم اللي عم تقومي بتاليفه اليوم بعالم الفيروسات. بنتمنى لك اكيد التوفيق، وشكرا كثير لك. شكرا كثير لكم.